فهو احنا هنشرح الموضوع بتاع تخطيط المطارات بس في صورة ايه؟ في صورة اسئلة واجابات، تمام؟ طيب اول حاجة عندنا شباب ان احنا دلوقتي بيقول لك وات ار ذا اوبجكتيفز اوف مين ايربورت ماستر بلان، ايه هو الهدف الاساسي من عملية تخطيط المطارات؟ ايه الهدف الاساسي من عملية تخطيط مين المطارات؟ الهدف الاساسي يا شباب هو انا بخطط للمطارات ان انا بعمل خطوط ارشادية عشان المطار بتاعي ده اقدر اعمل له، هل اعمل له توسعات مستقبليه ولا مش هقدر اعمل له توسعات مستقبليه؟ كمان ان انا دلوقتي هقدر انقل البضائع بتاعتي والركاب بصوره يعني بصوره جيده في المستقبل، ولا هكون محتاج ان انا اضيف مساحات تانية ولا اعمل مطارات تانية ولا ايه بالظبط؟ كمان ايه ان انت بتقدر من عمليه التخطيط دي بتحل المشاكل اللي بتقابلك فين؟ المشاكل بتاعت البيئة والمشاكل بتاعت التخطيط بتاعت المدن كمان نفسها من حيث الأماكن السكنية، وكمان إيه إن أنت أنسب الأماكن اللي أنت بتختار فيها المطار. يبقى أنا الهدف من عملية تخطيط المطارات دي يا شباب إن أنا بعمل إيه؟ بعمل عملية إيه توسعات أو خطوط استرشادية كده عشان إن أنا أعمل إيه؟ عملية توسعات للمطار ده في المستقبل ولا مش هعمل؟ رقم اتنين إن أنا أشوف عملية الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الملاحية بتاعتي، ان المطار بتاعي ده هيكفي المنطقة اللي عندي ديت من ناحية نقل الركاب والبضائع ولا مش هيكفي، اضطر ان انا اعمل مطارات تانية. كمان ان انا بشوف تأثير المطار بتاعي ده على المين، على الناحية البيئية اللي موجودة عندي. طيب وعشان اعمل الكلام ده شباب لازم يكون عندي ان الرسومات اللي انا ايه هقدمها في المستقبل او التوقعات بتاعتي المستقبلية بتكون في صورة رسومات ان انا اكون ايه اقدر منها ان انا ايه اشوف الاستخدام الامثل او التوسعات القصوى اللي انا ممكن اعملها للمطار بتاعي، وبوضح في الرسومات دي الاراضي اللي انا ممكن استخدمها او استعملها فين في عملية التوسعة او انزع ملكيات. كمان ان انا بقدم عملية مين معلومات مرجعية عن مين، عملية التطوير المستقبلي للمدينة اللي موجودة عندي او للمكان اللي انا بعمل فيه المطار. وبعد كده بقى احنا بنقدم مين؟ بنقدم الخطط والافكار اللي هي المفروض بتتعمل عشان ايه؟ ان انت تنشئ المطار بتاعك ده وتخليه يكافئ كل الظروف اللي ممكن تحصل عندك. طيب انا عندي دلوقتي يا شباب سؤال تاني بيقول لك وات از ذا مين فاكتور ذات ايه افكت مثلا ذا سيلكشن اوف ايربورت ايه سايت، يعني في هنا كلمه ناقصه ذات افكت، تمام؟ ايه هي العوامل الرئيسيه اللي بتاثر لك على موقع المطار؟ العوامل الرئيسية اللي بتأثر على موقع المطار. العوامل الرئيسية اللي بتأثر على نوع المطار أو على الموقع بتاع المطار يا شباب الحجم المروري، يعني أقصى حجم مروري بس المرور جوي، أنا ما بتكلمش على المرور الأرضي اللي هو بتاع العربيات، أنا بتكلم على المرور مين؟ المرور الجوي. إنه أقصى حجم مروري للمرور الجوي اللي ممكن مين يدخل المطار بتاعك وممكن يطلع منه، ده كله بيأثر على موقع المطار نفسه. كمان يا شباب ان انا انواع الطيارات الحاليه والمستقبليه المستخدمه في المطار وخصائصها. انا دلوقتي الطيارات اللي انا بستخدمها طيارات كبيره ولا طيارات صغيره، طيارات متقدمه ولا طيارات لسه حالتها قديمه، ايه وضع برضو الطيارات اللي موجوده عندي دي. كمان انا عمليه التسهيلات اللي بتحصل عشان ان انت تعمل ايه تخلي عمليه الاقلاع والهبوط بتاع الركاب والبضائع تكون ايه تكون سهوله. يبقى دي كلها من ضمن العوامل اللي بتاثر في عمليه التسهيلات دي. اقصد بها مين؟ ان انا هربط المطار بتاعي بشبكه نقل بره، شبكه نقل توصله بالمدينه او تسهل على الناس والبضائع عمليه الانتقال. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل شبكه نقل تاثر او تسهل للمطار ده انتقال مين الركاب وانتقال مين البضائع، مثلا عن طريق خطوط سكك حديديه، عن طريق مثلا باص في باصات ولا مفيش باصات، عن طريق مثلا تاكسي، عن طريق مثلا برايفت كار. المهم التسهيلات اللي انت بتعملها بره بحيث ان ايه بيحصل عمليه امداد للركاب والبضائع اللي موجودين عندك، تمام؟ طيب بقول لك discuss briefly the effect of each of the following mean factors on the airport site selection. ايه هو تاثير ناقش تاثير العناصر الاتيه على مكان اختيار المطار؟ اول حاجه جراوند اكسسبيليتي، احنا بنسميها التوصيليه الارضيه او اسمها التسهيلات الارضيه، التسهيلات المكانيه كمان مش الارضيه، ممكن نسميها التسهيلات المكانيه. المكان بتاع المطار نفسه، المنطقه اللي حواليه، مدى السهوله بتاعت مين او التسهيلات الموجوده في المنطقه دي، ان الوقت اللي الراكب بتاعك او البضائع بتاخده
ان هي توصل من المدينه اللي عندك للمطار، ده طبعا وقت مهم جدا، لان انت بتحسبه من ضمن مين عمليه الايه الطيران الكلي او من ضمن زمن الرحله، بحيث ان الوقت ده شباب اللي راكب بياخده من المدينه لحد المطار المفروض الوقت ده ما يزيدش عن 30 دقيقه، ما يزيدش عن كام؟ على 30 دقيقه. فبالتالي لازم انت تعمل تاخد في حسبانك ان عمليه مين؟ عمليه التسهيلات اللي بره المطار نفسها من شبكه النقل الموجوده، سواء كانت زي ما قلنا تاكس او باص او مين او ريلوي ايا كان او مترو، زي ما يكون ايه شبكه التوصيلات اللي انت هتعملها. رقم اتنين، من ضمن العوامل اللي بتاثر على اختيار موقع المطار الطبوغرافيه بتاعت المكان نفسه. الطبوغرافيه بتاعت المكان دي بتاثر تاثير كبير جدا برضو في اختيار موقع المطار، عشان انت الارض المرتفعه بالنسبه لك بتكون ارض مثاليه لعمليه اختيار موقع المطار. طب ليه بقى الارض المرتفعه زي تله كده هي ارض مثاليه لاختيار موقع مطار؟ عشان الارض المرتفعه دي بتكون مكشوفه، يعني ما فيهاش عوائق طبيعيه ولا صناعيه، عشان كمان ان هي بتكون بعيده عن موضوع الصرف الطبيعي نتيجه الفيضانات ونتيجه مثلا ممكن يحصل مشكله في صرف صحي ميه كلام من ده كله، فهي بتكون منطقه مالها مرتفعه وبتكون بعيدة عن منطقة الفيضانات برضو بتاع الأنهار والكلام ده، مش هيحصل فيها مشاكل. كمان المنطقة بتكون الرياح فيها تكون أكثر انتظاما، الرياح بتاعتك بتكون أكثر انتظاما. طبعا احنا عارفين ان المطار او الرانوي اللي احنا كنا بنعمله في اتجاه مين؟ في اتجاه الرياح، بحيث ان الرياح دي تعمل عملية مساعدة في عملية مين؟ الإقلاع بتاع الطيارة. فبالتالي انت اما كل ما الرياح بقت منتظمة بالنسبة لك، ده بيأثر معاك طبعا تأثير إيجابي على مين؟ على الرحلة بتاعتك بتاعت الايه الطيران. كمان ان الأماكن المرتفعة دي الرؤية فيها بتكون رؤية كويسة جدا، بحيث ان هي بتكون أقل ما يمكن من ناحية مين؟ الضباب. تمام؟ طيب بعد كده في حاجة عندك اسمها تأثير الأوبستراكشن، اللي هي العوائق اللي موجودة عندي. تأثير الأوبستراكشن الموجود عندي دوت بيتم ايه، بيعمل ايه؟ تأثير الأوبستراكشن اللي هي العوائق اللي موجودة عندي يا شباب، ده لازم ان انا موقع المطار اللي انا بختاره يكون خالي يا شباب من ايه؟ من كل العوائق زي الأشجار والمباني، كل ده بيأثر على ارتفاع الطيارات اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة عندي. تمام؟ طيب فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ لازم يكون يا شباب ان الطيران بتاعنا في المنطقه بتاعت المطار خاليه منين؟ من العوائق زي الاشجار والمباني والكلام ده كله، قلنا علشان تقلل معايا في الارتفاع مين؟ بتاع الهبوط وايه؟ والاقلاع اللي موجود عندي. طيب رابع عامل من ضمن العوامل اللي بتاثر على موقع المطار برضو اللي هي الرياح. احنا قلنا ايه؟ ان احنا بنختار الاماكن اللي بيكون فيها الرياح مالها اكثر انتظاما، وكمان ايه؟ بتكون الرياح فيها الهبوب بتاعها بتكون في اتجاه واحد مثلا، او بيبقى لها قيمه اكبر ما يمكن في اتجاه معين، بحيث ان انا بصمم الران واي طبقا للويند روز اللي الدكتوره اديتها لكم، بحيث ان يكون في اتجاه الرياح، بحيث ان هي عمليه الرياح المنتظمه واللي هي ايه اكثر اتجاه بيكون فيه الرياح بتاعتنا بيأثر على عمليه اختيار مين؟ الران واي اللي هي الممرات بتاعت مين؟ الاقلاع والهبوب. طيب في عندك حاجة اسمها الجريدنج والدرينج اند سويل كاركترستكس. يعني ايه؟ يعني الجريدنج اللي هي الميول الطبيعية، والدرينج اللي هو الصرف الطبيعي اللي موجود عندك للمنطقة، والسويل كاركترستكس اللي هي عبارة عن مين يا شباب؟ اللي هي الخصائص بتاعة التربة بتاعتك. الميول والصرف الطبيعي للمنطقة زي ما احنا اتفقنا بيلعب دور مهم جدا في عملية مين؟ اختيار المطار. فأنا ما ينفعش مثلا عشان ايه ان انا بعمل عملية اقلاع يا شباب ان انا احط الايه؟ المطار بتاعي في منطقه مثلا انحدار فيها يكون صاعد، بحيث ان ايه الطياره وهي طالعه مش محتاج كده، محتاجه ان هي تكون ايه وتاخد طاقه فوق الطاقه بتاعتها، يعني طاقه تانية عشان تقاوم مين؟ الانحدار. فبالتالي انت ايه بتاخد بالك من قصه الانحدار، هو هابط ولا صاعد ولا ايه وضعه بالظبط. كمان يا شباب القصه مين؟ الصرف الطبيعي للمنطقه اللي احنا ايه بنتكلم فيها او اختيار موقع المطار. احنا قلنا بنختار المنطقه دي بحيث ما تكونش منطقه تجمع مين؟ مياه، لا فيضانات ولا صرف صحي ولا صرف ايا كان ايه الصرف السطحي ده ولا اي مشاكل ايه من ناحيه الميه. كمان بالنسبه للتربه اللي موجوده عندك يا شباب، لازم يفضل انها تكون تربه قويه، تربه قويه زي تربه صخريه او زلطيه او رمليه، لانك انت بتاسس عليها ممرات. الممرات ديت مش زي ممرات الطرق العاديه نتيجه الاحمال العاليه بتاعت مين؟ بتاعت الطيارات اللي موجوده عندي.
من ضمن الحاجات برضه يا شباب اللي انتوا بتاخدوها في حسبانكم في اختيار موقع المطار، ان انت بتاخد بالك من حاجه اسمها الفيوتشر ديفلوبمنت، اللي هي عباره عن التوسعات المستقبليه او التطورات اللي ممكن تحصل للمطار بتاعك. عشان ايه؟ عشان ان انا دلوقتي يا شباب نتيجه زياده عدد السكان والكلام ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا محتاج مكان اللي انا اختار فيه موقع المطار يسهل عليا ان انا لما اعمل عمليه امدادات زياده في المستقبل. يعني مثلا انا حبيت اضيف مترو ما كانش موجود للمنطقه، فانا اعمل حسابي ان المكان بتاع المطار ده يسمح بوصول المترو له ويسمح باضافه مترو. كمان يا شباب ان انا ايه اعمل عمليه توسعات مثلا من ناحيه النقل اللي موجود عندي. انا كنت بنقل البضائع بتاعتي مثلا عن طريق مثلا عربيات النقل، فلقيت ان انا ممكن امد خط سكه حديد هربط ميناء جديده انا هعملها مثلا ميناء بحري بالميناء الجوي، فانا بالتالي عايز اعمل خط سكه حديد يربط ما بين الاثنين، فبالتالي لازم اراعي ان مكان المطار ده يسمح ان انا ممكن ادخل له قطر. طيب كمان ان انا ممكن ازود في المباني بتاعت مين؟ المطار نفسه، المطار نفسه المباني بتاعته. كمان ان انت برضه لازم في اختيارك موقع المطار تعمل حساب الزيادة السكانية والتطور، وفين في عملية مين والتوسع في عملية مين، إنشاء المباني الصناعية والسكنية حوالين المطار، عشان أنت برضو ما تجيش تعمل في وسط كتلة سكنية بعد سنة 2 3 10 20 سنة تبص تلاقي نفسك المطار ده أنت عايز تنقله من مكان، لأن عدد الإيه عدد المباني والإيه والمناطق الصناعية في المكان زاد، وبالتالي إيه هيأثر على المطار. طيب في حاجة تالتة، حاجة رقم سبعة عندنا availability of utilities from town. يعني ايه؟ يعني توافر الخدمات من المدينة. يفضل ان المطار بتاعك يكون فيه لينك ما بينه وبين المدينة، بحيث ان انت ايه تسهل على ايه على الناس اللي هي شغالة في المطار، بحيث ان هم يعملوا عملية الامدادات لمين؟ من شبكات مثلا اتصالات وكهرباء وصرف صحي ومياه والكلام ده كله، يوصلوا مين للمطار. فبالتالي لازم يكون مين المطار بتاعك برضو تعرف ان انت يبقى ايه تعرف تربطه بالخدمات اللي موجودة فين في المدينة عندك. في حاجة عندك تانية اسمها ايكونوميك مين كونسيدريشن، اللي هي الاعتبارات الاقتصادية. وانت بتعمل اعتبارات اقتصادية اللي هي زي دراسة جدوى للمطار بتاعك، لازم تاخد في حسبانك ايه ان تكلفة الاراضي اللي موجودة عندك اللي انت هتنزع ملكيتها والاراضي اللي انت هتعمل فيها المطار بتاعك. لازم برضه في حسبانك تعمل قصة الميول الطبيعية بتاعت الارض والتضاريس بتاعتها هحلها ازاي، لان دي زي ما احنا اتفقنا هتزود معايا في الوقود اللي انا هستخدمه، فبالتالي هتأثر من الناحية الاقتصادية. كمان انت بتاخد حسبانك الايه اتجاهات الرياح وتأثيرها على اماكن الران واي، وازاي هرصف ونوع التربه اللي موجوده، وهحتاج اعمل احلال ولا مش احلال، وهحط الايه التربه بتاعتي والرصف بتاعي هيكون رصف عادي ولا رصف خرسانه يعني فليكسبل ولا ريجيد بيفمنت. كمان المنشات التابعه للمطار لازم اكون اشوف احتياجاتي ايه بالظبط عشان احط الايه الصالات بتاعه المطار والمنشات بتاعه الاداره وابراج المراقبه والكلام ده كله. كمان ان انا عايز اعمل اماكن الانتظار والورش والايه والحاجات الملحقه بالمطار، لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل لها زي دراسه جدوى. وبعدين في الاخر خالص ان انا بيكون عندي اكتر من موقع، انا بختار موقع واثنين وثلاثه في المدينه او خارج المدينه نفسها، وبعمل مفاضله ما بين المواقع ديت من حيث كل اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هم الثمان نقط دول، واختار الافضل من ناحيه مين؟ من ناحيه الايه؟ التكلفه الاقتصاديه. بيقول لك explain the various means survey to be conducted and the data to be collected for airport site selection. اشرح له كل انواع من عمليات المسح المساحي او العمليات اللي هي الرفع المساحي اللي انت ممكن تعملها عشان تجمع البيانات لاختيار افضل موقع لمين؟ للمطار اللي موجود عندنا. اول حاجه بقى يا شباب في الايه؟ في الناس معايا الاول يا شباب ولا مش معايا؟ معاك يا باشمهندس، معاك يا باشمهندس، معاك. بس أعتقد إن الدكتورة كانت قالت إنها غيرت ترتيب المحاضرات. غيرت ايه؟ ترتيب المحاضرات يا باشمهندس. ترتيب المحاضرات؟ يعني ازاي؟ لازم معلش. موضوع اختيار موقع المطار ده كان تقريبا بعض المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. مش عارف ايه اللي قاله.
ايوه يا باشمهندس، وهو ويمكن ده اللي تبدا بيه المحاضره اللي جايه، هي ما دخلتش يعني في الكلام ده. عامة بص يا شباب، هي اللي انا شفته طبقا للمحاضرات اللي انا خدتها من زميلكو، ان هي المفروض كانت بتتكلم عن حاجة اسمها الران واي دايركشن، صح؟ الران واي دايركشن يا شباب مش فارقه كتير، احنا ممكن نبدا احنا بيه السكشن الجاي، مفيش مشاكل. هو عامه كده كده النظري اللي انا مديهولك ده انت كده كده لازم تعرفه، لان في منه سؤال او اتنين في الامتحان، تمام؟ فالموضوع اصلا زي ما انتم شايفين مش صعب، بس القصه كلها ان انت تعرف الايه العناصر بتاعت كل حاجه من اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع مش مستني ان انت الدكتوره تشرحه لك او هندوي يشرحه لك، القصه قصه ان انت تاخد بالك وتذاكر الحاجه دي كويس وخلاص، عشان لو جالك سؤال نظري لا من انا الاسئله بس اللي موجوده دي. بعرف حضرتك بس عشان يبقى عندك خلفية. ماشي هندسه، بس هل انتوا في مشاكل في الكلام اللي انا بشرحه ده بغض النظر انت لا اول لا، مره تسمعوه او كلام سهل وبسيط كلام وهيبقى لذيذ عامه؟ يعني هو مش كلام وحش، يعني مش كلام صعب، يعني هو كلام لذيذ، وان احنا ممكن ايه يعني نفهمه بسهوله يعني. تمام، تمام هندسة. فاحنا بس هنكمل السيكشن بتاع النهارده ده عادي خالص نظري زي ما احنا شغالين، والمره الجايه نشتغل على الران واي دايركشن اللي هي ايه الدكتوره اشتغلته معاكم ايه الاسبوع اللي احنا فيه ده، فما فيش مشاكل ان شاء الله. تمام يا عمرو. طيب ايه هي بقى، قلنا الايه عمليات مين، المسح اللي انا المفروض اعرفه والبيانات اللي انا المفروض اجمعها عشان اختار موقع المطار. اول حاجه خالص ترافيك سيرفي، ان انا بعمل مسح مروري عشان احدد مين يا شباب حجم الطلب على المرور، كمان ان انا بعمل فيه حاجه اسمها تنبؤات مستقبليه، التوقع المستقبلي او التنبؤات المستقبليه بتاعتي براعيها معايا في الايه في الحسبان. المترولوجيكال سيرفي اللي هي عمليه المسح بتاع الارصاد الجويه، الغرض منها ان انت بتحدد اتجاه مين الرياح بتاعتك والفتره بتاعت الهبوب بتاعها والكثافه بتاعت الرياح وسقوط الامطار والضباب والضغط والكلام ده كله، ده كله بيأثر معاك على مين؟ على الطيران نفسه. فبالتالي ان انا لازم اعرف العناصر دي كلها مهمه جدا عشان احدد ايه الايام اللي انا هلغي فيها الطيران، الايام اللي انا هخلي فيها الطيران من فترات معينه، كل ده مهم جدا. كمان التوبوجرافيك سيرفي اللي هي عباره عن مين؟ المساحه الطبوغرافيه للمنطقه، دي اللي بتشمل ان انت تعرف التضاريس، يعني اماكن المرتفعات والمنخفضات بتاعه المنطقه. طبيعي ان انا اعرف ان انا احط مطار في حته معينه لازم اعرف تفاصيل المنطقه بتاعتي ديت من ايه، من ناحيه المرتفعات والمنخفضات الموجوده فيها. في حاجه كمان اسمها السويل سيرفي اللي هي عمليه مين، مسح او عمليه اكتشاف لمين، لنوعيه التربه اللي موجوده في المنطقه اللي انت هتختار فيها المطار. انا لو هختار مطار في منطقه اذا كانت التربه بتاعتك هيبقى فيها مشاكل، لا يبقى مش هينفع ان انا اكمل في المنطقه بتاعتي ديت، امال انا اعمل ايه؟ هختار موقع تاني خالص بحيث ان انا يبعدني عن المشاكل بتاعت التربه اللي هتكلفني من الناحيه الاقتصاديه ارقام عاليه جدا ان انا عشان اعمل فورميشن لاير او ايه اظبط المكان بتاعي. طيب لان طبعا احنا قلنا التربه بتاعتنا مهمه جدا في اختيار مين، في اختيار الممرات اللي الطيارات بتاعتنا بتطلع وبتهبط ايه وبتهبط عليه. كمان في حاجه اسمها الدرينج سيرفي اللي هي عباره عن مين يا شباب، اللي هي عباره عن عمليات اكتشاف او دراسه لمين، للصرف بالمنطقه، ان انا احدد كميه الامطار اللي بتسقط على المكان. طبعا الكلام ده كله بناء على التضاريس، ممكن لو عندي الجبال موجوده يكون موقع المطار اللي انا اخترته ده يكون اماكن سيل، طبعا ما ينفعش وانت كده بتعرض الدنيا كلها للمشاكل وخطر. كمان يا باشمهندس ان انت ايه اللي بيحصل، بتختار ان انت تكون بعيد عن الاماكن بتاعت صرف المياه، كمان ان انت يا شباب بتكون ايه بعيد عن الاماكن بتاع الفيضانات والسيول ايه الطبيعيه. وبتعمل عمليه مسح اخيره كمان او عمليه اكتشاف او دراسه للماتيريال اللي متاحه عندك في المكان اللي انت فيه. عشان ابني المطار اللي عندي ده محتاج ان انا اشوف المواد الانشاء المناسبه لعمليات الانشاء، وان انا ازاي اعمل عمليه نقل مين للمواد ديت للمواقع منين، من المحاجر البعيده عن المكان بتاعي. فبالتالي ان احنا لازم نعمل عمليه استكشاف للمنطقه من كل النواحي اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب بقول لك وات ار ذا ديفرنت دروينج اند مابس ذات شود بي بريبيرد فور ذا فاينلي سيلكتد سايت فور مين ديفلوبينج ايربورت، ايه هي الرسومات المختلفة التي يجب تجهيزها لاختيار الموقع النهائي للمطار؟ تمام، ايه الرسومات والمابس الخرائط اللي المفروض تكون متاحة عندك ان انت عشان تختار الموقع النهائي بتاع المطار؟
اول حاجه الخرائط الطبوغرافيه، طبعا احنا عرفنا الخرائط الطبوغرافيه بتوضح فيها التفاصيل بتاعه المنطقه كلها من مرتفعات ومنخفضات، من طبعا اذا كانت المرتفعات والمنخفضات طبيعيه او صناعيه، يعني اشجار جبال صناعيه زي المباني والكلام ده كله، تمام. طيب خرائط العوائق برضو انت بتعمل ايه، بتوضح في الخرائط بتاعه العوائق ديت الاماكن اللي هيبقى فيها العوائق بالنسبه لي انا مش هعرف اشيلها، ماشي. وبالتالي ان انا بحدد مين اماكن الاقلاع والايه والهبوط اللي هي اماكن بتاعت اللي انا اختار فيها الممرات ايه بتاعتي. خرائط صرف الايه بتاع المكان، الخرائط دي يا شباب احنا بنعمل فيها ايه، بنوضح فيها الممرات بتاعت الايه بتاعت المطار اللي انا ممكن استخدمها في حاله لو حصل عندي فيضان او حصل عندي امطار غزيره، حصل عندي سير، لو فرضا المكان اللي انا اخترته بتاع المطار ده كان جنب نهر ولا حاجه وممكن يحصل فيضان، فبالتالي ان انا بعمل ايه في حسباني الاماكن ايه الاماكن اللي انا اختار فيها المطار. سؤال مهم جدا يا شباب، ان هو بيقول لك درو اسيمبل سكتش، سكتش خلي بالك من الكلام، ان هو عايز منك سكتش مش عايز منك رسمه ان ديتيلز، يعني مش بتفاصيل، هو عايز منك سكتش بس. سكتش ده معناه يا شباب معناه ان انا برسم رسمه قريبه من الشكل الطبيعي بتاع مين، بتاع الحاجه اللي انا برسمها. هو بيقول لك درو اسيمبل سكتش فور ايربورت لي اوت اكسبلينج مين مين اليمنتس اوف ايربورت ويز كروس سكشن in each main element. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي عايزك تعمل له سكتش بيشرح لك العناصر الاساسيه بتاع الكروس سكشن بتاع مين، كل جزء في المطار اللي موجود عندك، تمام. طيب لو انت لاحظت ان الرسمه اللي قدامنا دي مكتوب فيه حاجه اسمها ران واي وفي تحت هنا حاجه اسمها تاكسي واي. الران واي ده شباب اللي هو الممر اللي مسؤول عن عمليه مين الاقلاع والهبوط، مكتوب لاندنج اهو، انت شايف الاسهم اللي على اليمين ديت مكتوب فيها لاندنج، ديت الاماكن بتاع الهبوط. وعندك العرض بتاعه تقريبا بيكون في حدود 43 متر. المنطقه اللي هي متهشره زي ما انتم شايفينها ديت بتكون عباره عن ايه يا شباب؟ بتكون عن ارض او رصف خرسانه مسلحه، رصف خرسانه، ما بيكونش رصف مين يا شباب؟ ما بيكونش رصف مرن اللي هو عباره عن ايه البيتومين والاسفلت بتاعنا والسن والكلام ده، لا. الرصف اللي هو في المطارات بيبقى نوعين، المناطق اللي انت شايفها في الممرات دي مناطق بيضاء، المناطق البيضاء اللي عندك ده يا شباب ده رصف مرن اللي احنا بنسميه فليكسبل بيفمنت، اما المناطق المتهشره الاماكن ده يا شباب هو عباره عن رصف ريجيد اللي هو رصف صلب بيكون خرسانه، تمام. طيب بيكون عندي حاجه اسمها ران واي وفي حاجه اسمها تاكسي واي. التاكسي واي ده شباب اللي هو عباره عن الممرات الخاصه بعمليه المناوره زي الثلاثه اللي انت شايفهم قدامك دول، ان هو بيدخل من الران واي ممكن يدخل واحد منهم، وزي اللي انت شايفه ايه وزي اللي انت شايفه موجود تحت عندك ده، ده بنسميه تاكسي واي وده بنسميه ايه ران واي. زي ما انت شايف التفصيله كده هو بياخد حوالي 500 متر من بدايه الران واي تقريبا بيبقوا خرسانه، والناحيه الثانيه زيهم عشان عمليه لو كان اللاندنج من الناحيه دي يبقى الاقلاع هيكون من الناحيه الثانيه. طيب وممكن على فكره عادي الاقلاع برضه يكون من نفس الناحيه عادي مش فارقه يعني. طيب والاماكن اللي احنا ايه كاتبين فيها ان التاكسي واي عرضه 23 متر، انت بتاخد حوالي 100 متر جنب الايه الاماكن بتاعت مين بتاعت الممر، بتاخد حوالي 100 متر فيها زي ما انت شايف على الرسم. كل اللي مطلوب منك وهنا كلمه ابرون اريا اللي هو الصاله بتاعت مين الطيران في تيرمينال بيلدينج اللي هي عباره عن ايه صالات الوصول، صالات او المباني بتاعت الايه التيرمينال اللي هي الفاينل خالص اللي هي النهائيه بتاعت الايه الوصول. طيب يبقى ده اللي انت شايفه قدامكم ده يا شباب ده اسمه كروس سيكشن لمين لران واي وتاكسي واي مع بعض، وكمان ابرون اريا اللي هي منطقه مين منطقه الطيران او الصاله بتاع الطيران، وتيرمينال بيلدينج اللي هو عباره عن مبنى الوصول نفسه. يبقى المكان اللي قدامي ده شباب انا كده عملت ايه فيه، انا كده موضح فيه اماكن اللاندنج اماكن الران واي او شكل الران واي ايه وشكل التاكسي واي ايه والابرون اريا ايه والتيرمينال بيلدينج ايه اللي موجود عندك زي ما انت شايفه كده. طيب الدكتورة ممكن تقول لك في الامتحان انا عايزك ترسم درو كروس سيكشن فور مين فور اير بورت ايه اليمنت مثلا بس، وتسكت وانت ايه تشرح لها الايه الشكل اللي قدامك ده ترسمه لها وخلاص. طيب الدكتورة لو طلبت منك يا باشمهندس انك تعمل لها كروس سيكشن للران واي للران واي بيبقى شكله عامل ازاي كروس سيكشن بتاع الران واي زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه خالص السنتر لاين بتاع الطريق موجود، انا باخد 45 شمال و45 يمين، بيكون الرصف ده شباب
1.5 ميل عرضي 1.5%، 1.5 اللي مكتوبة ديت انت ممكن تعمل عليها سهم عندك كده ان هي عبارة عن 1.5%، تمام؟ 1.5% ميل عرضي، ميل عرضي، تمام؟ الصورة راجعة تاني كده شباب. أيوة رجعت يا باشمهندس. طيب بنقول الران وي كروس سكشن عبارة عن ايه؟ خط سنتر لاين زي ما انت شايف كده، بناخده 45 متر يعني 22 متر ونص شمال و22 متر ونص يمين، بيكون ده عبارة عن مين؟ المنطقة الوسطية. بعد كده المنطقة دي بناخد ايه منها؟ بناخد بنكمل منها لحد ما نكمل ايه 75، والناحية برضه نفس الثانية نكمل لحد 75. بس الميل زي ما انت شايف كده، الميل ماله متغير. الميل ماله يا شباب متغير، بيكون من كام؟ الميل العرضي 1.5% في الجزء الاولاني، بعد كده بيكون 2.5%، بعد كده في حته اسمها الشولدر اللي هو اخر المكان، الشولدر ده اللي هو يعتبر الطبانات بتاع الطريق. الطبانات بتاع الطريق بيكون يا باشمهندسين بيكون عباره عن 5%. والميول العرضيه اللي موجوده عندنا ده شباب بيكون الغرض الرئيسي منها اللي هو عباره عن صرف الامطار، بيكون الغرض الرئيسي اللي هو صرف مين يا شباب؟ صرف الأمطار، تمام؟ طيب لو طلبت مني تاكسي واي كروس سيكشن، تاكسي واي كروس سيكشن احنا بنرسم ازاي تاكسي واي كروس سيكشن؟ نفس الوضعيه، ال 23 متر اللي احنا اتكلمنا عليهم بيكون نصهم شمال ونصهم يمين، 11 متر ونص شمال و11 متر ونص يمين، بكل ميل 1.5%. وبعدين بناخده تكمله ال 29 متر زي ما انت شايف كله كده، بيبقى عباره عن ايه؟ عن شولدر 5% شمال و5% ايه؟ يمين. وبعدين في منطقه ثانيه هنا بتبقى حاجه اسمها فاريبل، يعني الميل بتاعك متغير، ممكن يكون 2% 3% ايا كان، اللي هي المنطقه بتاعت صرف المياه على المصارف الطبيعيه بتاعتك او المصارف الصناعيه اللي انت عاملها عشان تصرف مين؟ تصرف الامطار اللي موجوده عندك، تمام؟ طيب explain why a top of a hill is more suitable main site for locating an airport than a valley site. اشرح، بيقول لك لماذا يفضل وضع المطار بتاعك في منطقه تله مرتفعه عنها في ارض منبسطه او وادي؟ ليه ان انا ايه ما احط المطار بتاعي في ارض منبسطه لا يفضل، في حين ان انا لو حطيته في ارض مرتفعه زي تله بيكون ايه حاجه كويسه جدا. بيقول لك ان المنطقه المرتفعه دي بتفضل كموقع للمطار بسبب زي ما احنا قلنا قبل كده ان تقليل العوائق اللي موجوده عندنا فين؟ في المطار نفسه، تقليل العوائق الموجوده في المطار، كمان ان هي بتكون منطقه لا يوجد بها ايه؟ مشاكل نتيجه مين؟ نتيجه عمليه الصرف اللي هو بتاع الامطار والفيضانات والكلام ده كله. هي المنطقه دي ما فيهاش مشاكل نتيجة مين؟ الأمطار نتيجة الفيضانات. كمان بتكون المنطقة دي الرياح فيها أكثر انتظاما اللي هي الأماكن المرتفعة، والرؤية فيها بتكون واضحة نتيجة مين؟ الضباب اللي موجود إيه؟ قلة الضباب الموجودة عندك. آخر سؤال عندنا بيقول لك specify where rigid pavement are used in airport and why. ليه إن أنت بتستخدم أصلاً أو الأماكن، حدد له الأماكن أنت بتستخدم فيها rigid pavement اللي هو الأماكن بتاع الرصف الإيه؟ الصلب. كمان يا باشمهندس قول له ليه انت استخدمت راس الصلب. لو انتوا فاكرين الرسمه اللي فاتت بتاعه الرانوي او بتاعه المطار عامه، كانت الرسمه دي مالها؟ كانت الرسمه دي كان فيها مشكله، كان فيها مشكله ازاي او كان فيها حاجه مميزه؟ الحاجه المميزه اللي كانت فيها ان كان في جزء معمول خرسانه مسلحه او خرسانه، وجزء تاني معمول ايه؟ معمول اسفلت عادي اللي هو كنا مهشرينه ده كان خرسانه، واللي احنا ما كناش مهشرينه ده كان اسفلت فليكسبل او اسفلت عادي. طب ليه بقى احنا بنعمل الكلام ده؟ بنعمل الكلام ده عشان الرصف الصلب، الرصف الصلب ده شباب ما بيتاثرش بايه؟ بالمناطق بتاعت الصيانه بتاعت مين؟ بتاعت التيارات، زي المواد العضويه اللي بتنزل منين اثناء الصيانه زي البنزين والزيوت والكلام ده كله.
لان الكلام ده بيتفاعل مع البتولين اللي موجود في الاسفلت، وبالتالي بيعمل عمليه تفتل وتطليق ليه لطبقات الاسفلت الموجوده عنده. فبالتالي الاماكن بتاعت مين، بتاعت اللي هي زي الورش الصيانه واماكن انتظار الطيارات يفضل وضع فيها ايه، رصف صلب. رصف صلب اللي هو عباره عن خرسانه. اما الاماكن الثانيه يا شباب لا يفضل فيها وضع ايه، رصف صلب بنظر التكلفه العاليه. طب ايه الاماكن الثانيه ان انا ممكن احط فيها رصف صلب برضو؟ الاماكن بتاع الاقلاع والهبوط بتاع الطيارات، الاماكن بتاع الاقلاع والهبوط بتاع الطيارات، لان الاماكن دي بتتعرض لاحمال عاليه جدا نتيجه الصدم اللي بيحصل نتيجه هبوط الطياره. منين؟ من الاعلى. بتنزل فين الطياره؟ بتنزل على جزء معين فبيحصل صدمه في المكان ده. المكان ده لازم يكون الرصف اللي موجود فيه رصف قوي يتحمل مين الاحمال الناتجه منين، من الطيارات نتيجه حمل الصدمه اللي بيحصل. ماشي يا شباب؟ حد كده عنده مشكله في الجزء الثاني بتاع الشيت الثاني يا شباب؟ لا تماما تماما يا باشمهندس. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم بقى على مين، على اماكن